بس كمان انا عايزه اروح معاك نتكلم عن المواجهات المحتمله، لان في مواجهات كتيره جدا محتمله في الفتره اللي جايه، او خلينا نقول متوقعه يعني في البطوله، ده بناء برضو على ترتيب الفرق لحد دلوقتي ما بين الكلم الاول والتاني من كل طبعا مجموعه. يعني خلينا نبدا بمثلا ليفربول. ليفربول المفروض ان هو هيلاعب فريق يعني من ريال مدريد او البايرن ميونخ، ده وعندك برضو ممكن بنفيكا وعندك بورتو. الاربعه دول لو احنا هنتكلم في العموم هم تاهلوا اوائل المجموعات زي ما احنا متابعين بتاعتهم، وفي نفس الوقت برضو مش من انجلترا، يعني طبيعي جدا زي ده ردا على اللي انت قلته بقى يكون في احتماليه مواجهه بين ليفربول مع اي حد فيهم ان هي تكون يعني وارده. طيب يهمنا كمان في مشوار ليفربول طبعا بقياده صلاح يكون مشوار مناسب لحصد اللقب، ده اكيد كلنا او مش كلنا معظمنا اكيد بيتمنى ذلك من عشاق بقى محمد صلاح، من المصريين العرب اللي بيحبوه، وعامه اعتقد برضو ان كل المواجهات هتكون ناريه، يعني انا شايفه كده مهما كانت المجموعات ايه بس المواجهات كلها هتكون ناريه، لكن برضو هنرجع نقول بالتاكيد لو حصل ان ليفربول وقع مع ريال مدريد اعتقد ان هي هتبقى مباراه ثأرية الى حد ما، هنا بقى بكل ما تحمله الكلمه الحقيقي من معنى، لان انت بتتكلم من اشهر كانت بسيطه جدا ريال مدريد كسب ليفربول في النهائي اللي كان شهير جدا واخد منه اللقب، فبتهيألي ليفربول على الصعيد الثاني عايز يعوض، فاعتقد فعلا دي من المباريات اللي بيطلق عليها مباراه ثأرية، هنشوف ده تقريبا، وانا اتمنى ان هم فعلا يكونوا مع بعض او تكون المواجهه ما بينهم.